السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دلوقتي عايزين نشوف ازاي نضيف الفيسز، يبقى في اكتر من فيس موجودة في المشروع، وبعد كده بنشوف ازاي هنتعامل معاهم. من اورجنايز ببدأ الاقي هنا عندي مفيش ولا فيس، فاقول له نيو فيس نيم، هسميها مثلا بي اتش 1، او ممكن تكتب انها مثلا اكسيستنج حاجة نيو وهكذا. طيب بي اتش 2، بي اتش 3، وهتلاقي هنا ان هم ظهروا معاك اهمت، وده هيفيدنا طبعا لما نيجي نتكلم في الفور دي. طيب اي حاجة من دول، اي عنصر من دول لو عملت عليه سيلكت تقدر تخفي العنصر ده وتظهره الشخص ده. مثلا ممكن ده تخليه مثلا تقول له ده خليه بي اتش 3، تمام، وتتحكم برضو هيكون موجود في انهي لير لو حابب. وكذلك برضو دوت ممكن الجروب ده كله تقول له ده خليه بي اتش 3. فبالشكل دوت قدرنا ان احنا نضيف فيسز بحيث ان احنا نشتغل بيها بعد كده.